لماذا فشل الغرب رغم التعاون العسكري مع إسرائيل في هزيمة فصائل بشباشب في قطاع غزة؟ أنا عايز أطرح كل الأسئلة دي لضيوفي وضيوفكم في البرنامج أو في آخر فقرة في آخر حلقة. معايا الأستاذ أحمد مولانا الباحث في منتدى العاصمة للدراسات. أستاذ أحمد أهلا بيك. مرحبا بحضرتك أستاذ محمد. معايا الدكتور أسامة أبو أرشيد الكاتب والباحث بواشنطن. دكتور أسامة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. الإيقاع عندك واقع يا دكتور أسامة، في حاجة؟ يعني صوتي ضعيف؟ لا مش الصوت، الإيقاع واقع كده مجهد. والله أعلم التعب. لا احنا عايزينك في تألقك. خليني بعد إذن الأستاذ أحمد مولانا أبدأ بالدكتور أسامة باعتبار أننا عرفناه في الآخر. يعني دكتور أسامة، في ظل حجم التحالفات والاجتماعات السرية على مدار الشهور الماضية والتعاون العربي الإسرائيلي، وما زال الجيش الإسرائيلي أو الجيوش العرب دي ما زالت لم تحقق ما تريد إسرائيل، بل إن الجيش الإسرائيلي بيعاني من انقسامات داخلية، كيف تقرأ هذا المشهد؟ بداية شكرا أستاذ محمد على هذه الاستضافة، ويعني سعيد أن أكون معكم مع الأستاذ أحمد. يعني أظن الرسالة هي ما تفضلت به أستاذ محمد، يعني نحن ما نشهده الآن أنه عندما يكون لدى المقاتل عقيدة يؤمن بها، مبدأ يدافع عنه، قضية يبذل حياته من أجلها، ترى أن الإنجاز العسكري لا يقاس بالقدرات والإمكانات. وأنا لا أتحدث عن قطاع غزة فقط، يعني لنتذكر عندنا تجارب تاريخية سابقة، لنتذكر فيتنام، لنتذكر أفغانستان، اليوم قطاع غزة. هؤلاء ينطلقون من قناعات، ينطلقون من قضايا يؤمنون بها، ومن ثم يبذلون الغالي والرخيص من أجلها، سواء من أجل مبدأ سليم أم من أجل مبدأ خاطئ. وهناك مسألة ثانية، هذه مسألة طرحت في الولايات المتحدة عندما غزت الولايات المتحدة، أو قبل أن تغزو الولايات المتحدة العراق عام 2003، كان المحافظون الجدد يتحدثون عن نظرية الصدمة والترويع، The Shock and Awe، وكان نظرية رامسفيلد في ذلك الوقت وزير الدفاع والمحافظون الجدد أن القوة النارية الهائلة للولايات المتحدة لا تستلزم عددا كبيرا من القوات على الأرض، لدرجة أنه من يسمى ما يصف هنا في أمريكا وزير الجيش Secretary of the Army وهو تحت وزير الدفاع طرد من منصبه عندما ذهب إلى الكونغرس وقال أننا بحاجة إلى على الأقل إلى 300 ألف جندي على الأرض في العراق حتى نستطيع أن نسيطر عليه. طبعا هذا عكس ما كان يقوله المحافظون الجدد، عكس ما كان يقوله رامسفيلد الذي يقول القوة النارية. طيب ذهبت الولايات المتحدة وانجرت في حالة من الاستنزاف التي لم تكن تتوقعها، اضطروا أن يزيدوا عديد القوات مرات عديدة، وثم اضطروا إلى الانسحاب. إذن القوة النارية لوحدها لا يمكن أن تكون بديلاً عن وجود مبدأ عند الجندي. الجندي الأمريكي في ذلك الوقت كما كانت التحليلات هنا كان يسأل لماذا أنا في العراق؟ لماذا ينبغي أن أموت في العراق؟ لماذا ينبغي أن أجرح في العراق؟ طيب أردنا إسقاط نظام صدام حسين أسقطناه، أردنا إسقاط طالبان أسقطناها، لماذا أستمر في دفع ثمن غير مبرر في حالتي؟ أما الذي على الأرض الذي يدافع عن قضيته، يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن شيء يؤمن به حتى لو كان خاطئا، هذا ليس له أمامه خيار، لأن خياره الوحيد إما أن ينتصر أو أن يموت. فما نراه في قطاع غزة يعطينا هذا، يعيد تأكيد هذه المعاني، أن النصر ليس فقط قوة عسكرية، إنما أيضا إيمان، وهو إيمان بقضية ومبدأ والدفاع عن أرض، وبنفس الوقت أن هذا يعني الذي وصفته فعلا يرتدي شبشب، إذا أخذنا التعبير العامي، هذا الذي يرتدي شبشب لا يهرب من مواجهة بل هو يسعى إليها. في حين لو نظرنا إلى الواقع العربي والمعارك العربية مع إسرائيل، أنا لا أقول أن الجندي العربي ليس لديه نفس الإيمان ونفس الجرأة ونفس القوة، لكن من أجل من يقاتل؟ يقاتل من أجل النظام الفلاني أم النظام الفلاني أم رأس النظام الفلاني يموت من أجله، في حين أن أولاده يقضون يعني
إجازاتهم في 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 إيطاليا أو في أمريكا، وهذا يقارن اليوم على إسرائيل. أين ابن نتنياهو؟ في فلوريدا، في ميامي، على شواطئ ميامي، في حين أن كل إسرائيل اليوم ينبغي أن يكون في الجيش. اللهم إلا إن كنت من الطبقة المميزة سياسيا، لأنه نتنياهو بحاجة لأصواتهم وهم يهود الحريدين. فاليوم ترى أن هذه التفاعلات مختلفة. إسرائيل أصبحت تتقمص الواقع العربي المشلول المهزوم العاجز، رغم كل الإمكانيات والقوة والوحشية والإجرام التي تمارسها، في حين أن الغزي اليوم يمثل تلك الروح الصاعدة الذي لم يبقى أمامه خيار. أنت قتلت أهله وأبنائه ونساءهم وأطفالهم وجوعتهم، ومع ذلك لا تستطيع أن تهزمهم. بس إحنا دكتور أسامة كنا نقول دايما الكثرة تغلب الشجاعة، ومع ذلك الغزوية كسروا حتى المقولة دي. خليني أروح للأستاذ أحمد مولان. أستاذ أحمد، فشلت، يعني ده سؤال ارتجالي وقد أكون مخطئ فيه يعني، بس أنت إذا أنا أخطأت يعني صحح لي. كانت أحد أهداف إنشاء جامعة الدول العربية هو إنشاء قيادة عربية عسكرية موحدة. واضح إن إحنا فشلنا في دي ونجحت في إسرائيل، بدليل إن مجموعة من جيوش العرب الآن تدار من إسرائيل أو بتجتمع في هذا التوقيت مع إسرائيل. جيش السعودي، جيش الأردني، الجيش المصري، الجيش الإماراتي، الجيش البحراني. ما هي دلالة انعقاد هذا المجتمع أو هذا الاجتماع أو هذه الجيوش من جانب القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية في تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية؟ ما دلالة ده يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سؤال حضرتك بيرتبط بشرح ما هي القيادة المركزية الأمريكية، إيه دورها، هي بتعمل إيه، والاجتماع ده لماذا عقد، وما هي سياقاته، وما المتوقع بعده. إحنا الولايات المتحدة الأمريكية بتقسم العالم عسكريا إلى مسارح، ولكل مسرح عمليات هناك قيادة بتشرف عليه. فمثلا بعد الحرب العالمية الثانية هناك القيادة الأوروبية، دي بتشرف على مسرح العمليات في أوروبا. وفيما يخص منطقتنا واللي كانت بريطانيا بتوصفها كتوصيف استعماري بالشرق الأوسط، كان حدثت فيها بعض التطورات في عام 1979، الروس دخلوا أفغانستان، سقوط نظام الشاه في إيران، ثم اندلاع الحرب بين العراق وإيران، والولايات المتحدة وقتها خشيت من تأثير ذلك على إمدادات النفط في المنطقة، من وصول الروس للخليج، من تداعيات الحرب العراقية الإيرانية على الخليج، فأسست عام 1983 يعني قيادة عسكرية اسمها القيادة المركزية الأمريكية، مسؤولة عن مسرح العمليات في الشرق الأوسط. وهذه القيادة استثنيت منها أربع دول وقتها: سوريا ولبنان وإسرائيل وفلسطين، إسرائيل بن قوسين يعني. هذه الدول الأربعة كانت تابعة للقيادة الأوروبية. ثم بعد غزو العراق تم ضم سوريا ولبنان إلى القيادة المركزية، وأصبحت القيادة المركزية بتبدأ من مصر امتدادا الى افغانستان. كل ده مسرح عمليات عسكري واحد. الكيان الوحيد او الدوله الوحيده اللي موجوده في هذه المساحه الجغرافيه ولا تتبع للقياده المركزيه الامريكيه كانت اسرائيل، كانت بتتبع للقياده الاوروبيه. بايدن جه في يناير 2021 قبل ساعات من مغادرته لمنصبه وتسلم بايدن للحكم، أصدر قرار بضم إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية، وده كان له تداعيات وله معاني وله دلالات، إنه كان مرتبط باتفاقيات إبراهام للتطبيع، وأحد تداعيات أيضا كان بديفيد، بحيث إن إسرائيل تدمج عسكريا مع المنطقة من أول مصر إلى أفغانستان في تدريبات، في تنسيق عسكري وأمني مشترك، عمليات الإنذار المبكر والرصد لأي يعني طائرات، صواريخ، إجراء تدريبات جوية وبحرية وغيرها. وبدأ من عام 2021 أن إسرائيل تبقى حاضرة في اللقاءات والاجتماعات اللي بتشرف عليها القيادة المركزية الأمريكية. إحنا حقيقة، ودي نقطة مهمة، يعتبر المسؤول الأمريكي الرئيسي عن منطقتنا هو قائد القيادة المركزية الأمريكية اللي هو كوريلا بيأتي مثلا سنويا في مصر، عندما يزور مصر يلتقي بالسيسي، عندما يزور الأردن يزور الدول العربية يلتقي بالرؤساء والملوك، لأنه هو المعني بالمنطقة، هو المندوب الأمريكي السامي. بين قوسين كان المندوب البريطاني، المندوب الأمريكي السامي في المنطقة، هو مسؤول البنتاغون عن المنطقة، هو يزور إسرائيل باستمرار ويزور غيرها. وضمن ذلك كان في مشروع القيادة المركزية الأمريكية بتدفع به، هو إقامة نظام دفاع صاروخي متكامل. لذلك تقرير أكسيوز أشار إلى ما حدث من التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 إبريل الماضي،
عملية التصدي هذه قادتها القيادة المركزية الأمريكية، تبدأ رادارات الإنذار المبكر في الخليج وفي غيرها ترصد الطائرات والصواريخ الإيرانية، طلعت الطيارات وتصدت لها في أجواء العراق وفي أجواء الأردن وفي صواريخ أطلقت من تجاه البحر المتوسط، وكذلك القيادة المركزية تتصدى للصواريخ اللي بيطلقها الحوثيين والطائرات المسيرة في أجواء البحر الأحمر. ومصر والأردن هي جزء من أو ضمن نطاق وصلاحيات وإشراف القيادة المركزية الأمريكية، فبالتالي هذا الاجتماع هو ليس الأول ولن يكون الأخير، بل إحنا بدأنا من 2021 بالفعل هناك مناورات عسكرية وتدريبات عسكرية بين الدول العربية وبين إسرائيل بتتم، بيبقى فيها بعض الوحدات ممثلين من قوات خاصة قوات جوية أو قوات بحرية وتشارك فيها إسرائيل تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية. فبالتالي هم أمريكا عايزة توجد أو تطور أنها تعمل نظام أمني إقليمي يبقى موجود، إسرائيل تبقى هي رأس حربة فيه وتشرف عليه بحيث يضمن المصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية في المنطقة. ضمن هذه المظلة عقد هذا الاجتماع في البحرين، البحرين تحديدا لأن فيها مقر الخامس الأمريكي وهو الأسطول الأساسي ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية، ولذلك نجد أن دائما العسكريين الإسرائيليين رئيس الأركان الإسرائيلي وزير الدفاع حتى قبل الحرب في غزة سبق له أن هم زاروا البحرين، بل أعلنوا أن هيكون هناك مندوب إسرائيلي عسكري في البحرين، الكلام ده في عام 2022 مندوب عسكري يتواجد في البحرين كممثل لإسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية. لما بتحصل بقى اجتماعات لرؤساء الأركان لوزراء الدفاع، تدريبات مشتركة، تنسيق لو في خطر مشترك، احنا حاليا في تخوف أمريكي من حدوث تصعيد في جبهة لبنان، لبنان إذا تحولت إلى حرب أوسع ده هيعني دخول أطراف أخرى من بعض الجماعات العراقية والجماعات المولية لإيران، مما يعني اشتعال المنطقة، وهذا بيتطلب أداء عسكري أكبر من القيادة المركزية الأمريكية. يعني هم حتى في المناقشة دي يا أستاذ في الاجتماع أستاذ أحمد يعني اتكلموا على دور السعودية في التصدي للصواريخ الإيرانية اللي كانت في طريقها إلى إسرائيل، وبالتالي ممكن يكون في مناقشة زي ما حضرتك قلت لي جبهة لبنان وقد تتسع أو لا. طب معلش أنت حرقت لي سؤال كان نفسي أسأله، هل الاجتماع ده له جوانب أخرى زي تدريب وحاجات كده حضرتك ما شاء الله دوستها وأنت بتتكلم دلوقتي، أن له آثار جانبية يعني على مستوى رؤساء الأركان بيكون لتنسيق المناشط؟ لا مش على مستوى الأركان، يعني هاتك اتكلمت على التدريب على المناورات. يعني ده عمليا بينفذ القيادة المركزية الأمريكية في أكثر من تدريب عسكري بتعلن عنه، إسرائيل بتشارك فيه سواء على بحري أو تدريبات جوية أو حتى تدريبات عسكرية مع العديد من الدول العربية. آخر سنتين حتى قبل الحرب في غزة بداية من يناير 2021 تم دمج إسرائيل ضمن القيادة المركزية الأمريكية، مما يعني تنسيق عسكري يعني وتدريبات مشتركة. لا يعني أنا كان دمان من ضمن اللي قريته أن طائرة الاف 35 مثلا هي معمولة باسورد للدول اللي اشتريتها، لكن مع إسرائيل بدون باسورد، فإذا قلنا إذا أضافنا للثقة لإسرائيل أن عندها تقدم تكنولوجي في السلاح فهي لها تفوق على كل باقي الدول العربية في السلاح في التقدم. نعم، في بند الولايات المتحدة أضافته في قانون البحرية في 2008، هو مش معني يعني بس هو بند قانون عام اسمه ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي. هذا البند من ضمن معانيه أن إسرائيل بتزود بأسلحة لا تزود بها الدول المجاورة ليها، بحيث إسرائيل دايما تبقى متفوقة عسكريا. يعني اليوم إسرائيل عندها طائرات F-35، كافة الدول الموجودة في المنطقة لا توجد دولة واحدة لديها طائرات F-35. عندما تزود إسرائيل بأنواع من منظومات الدفاع الجوي بتزود بأحدث الطرازات بطائرات الواكس وغيرها، فالدول العربية مثلا تاخد F-16 طراز معين، إسرائيل يبقى عندها F-15 وF-35، بتاخد دبابات بشكل معين، إسرائيل بتاخد يعني طرازات أحدث ومطورة ولديها امتيازات أكبر، بل حتى بتفرض على بعض الدول العربية. يعني مثلا السعودية كان اشترت في السبعينات نوع معين من الطائرات الأمريكية يفترض أنها تتواجد في قواعد معينة، يعني تبقى بعيدة عن تبوك بحيث ما تغطيش نطاق عملياتها، ما يغطيش فلسطين المحتلة وإسرائيل، يبقى نطاق عملياتها. لا ما هم دلوقتي تطوروا الحكاية بقى السلاح ده باسورد، والباسورد بتغير يوميا من وزارة الدفاع الأمريكية بحيث أنه ما تعملش السلاح ده ما يعملش أي عمل إلا بالرجوع إلى إذن البنتاجون أو إدارة البنتاجون. يعني طيب هو بيبقى فيه يعني في بعض الطائرات، يعني وحتى في تقارير مركز ابحاث الكونجرس او الطائرات الامريكيه بقى في شفره للتشغيل،
موجودة دي الولايات المتحدة اللي بتعملها، ولا يسمح لأي دولة بتغييرها سواء بتنسيق مع أمريكا، وعادة لا يسمح لأحد بهذا التغيير. لا يسمح. أنا قريت على الف 35 غير مسموح لأي دولة اشترت السلاح ده الطيارة دي إلا بأنه أمريكا هي تتحكم بالشفرة دي يوميا تغير، أما إسرائيل لا، ليس لديها شفرة يعني مفتوح السلاح. خلينا نروح للدكتور أسامة. دكتور أسامة، بعد حديث الأستاذ أحمد مولانا الرائع ده والمعلومات اللي قالها لنا عن تفوق إسرائيل أو حتى عن إجبار العرب وتحكم المندوب السامي الأمريكي اللي هو قائد المنطقة المركزية، هل تعتقد أو إلى أي مدى تعتقد أنه الحكام العرب مجبرين على مثل هذا التنسيق مع إسرائيل؟ السؤال صعب الإجابة عليهم من حيث أنهم مجبرون، مجبرون، لكن مدى الإجبار هو هذه قضية يعني تحتمل النقاش، لأن هناك هوامش مناورة متاحة أمامهم، لكن أنا لا أظن أن هؤلاء في حال إجبار أصلا، هم مؤمنون بما يفعلون. يعني لنتذكر أنه التنسيق العربي الإسرائيلي تنسيق سابق على اتفاقات التطبيع لبعض الدول العربية، بل في حالات سابقة على قيام دولة إسرائيل كان هناك لقاءات وحوارات لعدد من الزعماء العرب أو مندوبين عن ممثلين لدول عربية مع الحركة الصهيونية، يعني وهذا أمر موثق سواء في وثائق البريطانية أم موثق في الوثائق الإسرائيلية أو ما كشف عنه فيما بعد من بعض الأطراف العربية. يعني هذا أمر واقع حاصل، هم يؤمنون بما يفعلون، هم جزء من المعادلة الإقليمية في المنطقة، ورأينا يعني إذا كنا عدنا مرة أخرى إلى تصدي للهجوم الإيراني الانتقامي، يعني هذه الأطراف العربية ساهمت في التصدي لهذا الهجوم وتحدثت بشكل علني عن أنها كانت جزءا من هذا الهجوم، من هذا التصدي، وكلهم طبعا اليوم يتحدثون عن منظومة الدفاع الجوي المندمج الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة والذي ستكون إسرائيل في قلبه، رغم أنهم يعلمون طبعا أن إسرائيل العاجزة عن الدفاع عن نفسها ستكون عاجزة عن الدفاع عنهم، هذا إذا أصلا كانت إسرائيل ستبذل حياة جندي إسرائيل واحد من أجل دولة عربية. يعني إسرائيل احتاجت للأساطيل الأمريكية والبريطانية والفرنسية أن تأتي للمنطقة من أجل أن تحميها وأن تقف معها حتى لا تتوسع الحرب إلى حرب إقليمية، فكيف ستحمي دولا هي نفسها يعني عاجزة عن حماية نفسها احتاجت إلى هذا الوجود الأجنبي؟ اثنين، لماذا أصلا إسرائيل ستبذل حياة جندي أو ستصرف حتى رصاصة واحدة وهي تطلق رصاصة وتطلب مقابلها 10 من الولايات المتحدة وهي تدافع حسب ما تقول عن نفسها؟ فتخيل ما الذي ستفعله لو كانت تخوض حرب نيابة عن غيرها. فهذا المنطق الممجوج. لكن انا شفت، انا بسالك السؤال ده من وحي يا دكتور اسامه، شفنا وناس كثيره شافت حاخام اسرائيلي في السعوديه بيهدد السيسي مثلا، ما اعرفش عندنا الفيديو ده يا جماعه لو عرضناه للساده المشاهدين يبقى كويس قوي، بيهدد واخر كان بيهدد المغرب وبيهددوا الامازيغ وبيعايروهم بان احنا دربناكم وهكذا. لو بس زميلنا يجيب لنا الحاخام الصهيوني ده وانه بيوجه رسائل الى نظام السيسي بانه التخلي عن اسرائيل هيبقى مشكله. ده 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 منطلق سؤالي، ان احنا بنرى اعلامهم او اهو ادي حاخام اسرائيل اهو الرئيس السيسي في دائره الخطر، للاسف الخطأ من العسكر ايها الرئيس، وانقلاب يطبخ على نار هادئه، اتمنى الثبات والاستقرار لمصر لكن اللعب بالنار واوراق حماس يحرق الاصابع، أخشى أنها آخر سنة هادئة في قصر الاتحادية والقادم ربما كقصر الرحاب في العراق. أيضا في فيديو لأحد الحاخامات برضو أو أحد الرجال أو الإسرائيليين بيهدد رسمي المغرب والأمازيغ وبيعايرهم بأنهم إحنا دربناكم. هذه الرسائل وغيرها صحيح ربما تكون مناوشات إعلامية، لكن أليس لها ظل من الحقيقة أو جزء من الحقيقة؟ هي لا شك انه لها يعني بعد واقعي، يعني ليس بالضروره انهم معبرون عن موقف اسرائيلي، لكن نحن نعلم انه هذه الانظمه العربيه ترى ارتباطها او وجودها مرتبط بالرضا الاسرائيلي، ومن ثم يعني هذه محاولات التذلل والتزلف للجانب الاسرائيلي
يعني ودائما النظر إلى إسرائيل وكأنها البوابة إلى واشنطن، بوابة إلى قلب واشنطن، ربما تكون لها مدخل إلى قلب واشنطن، لكنها في المحصلة لا تحميهم عندما يحين عندما يسقط أحدهم. يعني رأينا كيف أنه نظام مبارك سقط، إسرائيل حاولت أن تدافع عنه، حاولت أن تقنع الأمريكيين بأن التخلي عنه خطأ كبيرا، لكن لا تستطيع أن تقف أمام مد شعبي كالذي كان في مصر. في المحصلة حتى إسرائيل نسيت مبارك ونسيت الكنز الثمين وأصبح كنزا ثمينا آخر اليوم السيسي، والسيسي أيضا قابل للاستبدال مثل أي زعيم عربي قابل للاستبدال. عندما أنت تكون شرعيتك مرتهنة للآخر للأجنبي، فإن هذه الشرعية تنتهي عندما تنتهي حاجتهم إليك أو عندما تسقط. يعني كلنا يعني يعرف ذلك المثل العربي الشهير أنه إذا سقط البعير أو وقع البعير تكاثرت السكاكين، وهذه اليوم حتى الذي يذبحونهم الذي كانوا يدللونه والذي يعتبرونه ملكهم ورزقهم وأنه هو حامل أثقالهم، اليوم يصبح عبئا عليهم. مثل حتى الفرس الأصيل عندما تكسر رجله تكون رصاصة الرحمة هي الحل بالنسبة لهم. فتخيل أن يعني هذه الأنظمة العربية كثير منها ينظر لنفسه وينظر لشرعيته على أنها امتداد لقبول الأجنبي، لأنه يعلم أنه لا يملك شرعية داخلية، وهو أصلا لم يحرص على تلك الشرعية الداخلية، هو حريص على أن يدوس رقاب شعبه، وعندما يثور ذلك الشعب يتجه للخارج، الخارج يحميه ويدعمه ما دام أنه قابل للاستمرار. لكن عندما تكون قد استنفذت دورك فإنه يعني الكلينكس، هذا المنديل الكلينكس يعني يصبح أنه يستخدم لمرة واحدة ويرمى في سلة القمامة، يعني وهذا رأيناه في نماذج كثيرة. أستاذ محمد إذا سمحت لي يعني على النقاش الذي كان بينك وبين الأستاذ أحمد، والأستاذ أحمد يعني طرح الكثير من المعلومات وغطى كل الجوانب حقيقة فيما يتعلق بمسألة التفوق النوعي الإسرائيلي والضمان. أنا أريد بس أن أضيف نقطة أخرى إلى الكلام الذي تفضل به في مسألة قانون 2008. بالمناسبة طائرات الـ F-16 مثلا أو F-15 أو غيرها الموجودة عند الدول العربية هي ليست من نفس المستوى الذي موجود عند إسرائيل. يعني وهذا كان تقرير بالمناسبة قرأته من أيام حتى عن الطائرات المصرية. الطائرات المصرية F-16 ليست الطائرات الإسرائيلية F-16، ليس فقط من حيث الشفرة، إنما من حيث القدرات والإمكانيات، من حيث القدرات المناورة، من حيث قدرات المسافات التي تقطعها، تعطى لهم نسخ مختلفة. وعندما الإمارات وقعت الاتفاقات الإبراهيمية كانت وعدت بأن تباع لها طائرات F-35. لماذا لم تأخذها الإمارات في المحصلة؟ ليس لأن الأمريكيين تراجعوا، الأمريكيون عرضوا عليهم نسخ دون النسخة الحقيقية المسلمة لإسرائيل، يعني تكون قدراتها قدرات محدودة جدا، يعني أنت تدفع ثمن F-35 لكن هي ليست F-35، في حين أن ما يعطى لإسرائيل هي F-35 الحقيقية. ومن ثم هذه الدول العربية التي تعتمد في سلاحها على أمريكا وإسرائيل تعتمد في سلاحها على أمريكا هم لا يحصلون على نفس النسخ، ثم هم عندما ينظرون إلى إمكانية المواجهة مع إسرائيل ينظرون من ناحية عسكرية فقط وليس من ناحية أيضا معنويات الجندي، لأنه هو هذا الزعيم أو هذا النظام لا يملك لا معنويات ولا يملك قضية ولا يملك هدفا، هو كل ما يهمه في الحياة أن يستمر كنظام، فهو لن يراهن على جنديه وعلى إيمان جنديه وعلى معنويات الجندي عنده، لأنه يفترض أن هذا الجندي امتدادا له وأنه لا يملك لا إيمان ولا معنويات ولا أخلاق ولا يملك حسا وطنيا وغيره، لأنه يعلم أن سلاحه ليس السلاح الذي عند إسرائيل حتى لو كان يمتلك F-16 أكثر مما تمتلكه إسرائيل من F-16، لأنه يعلم أنه أعطيت له F-16 مغشوشة بسموها downgraded، يعني أقل مستوى، ومن ثم لا يجرؤ على خوض المعركة لأنه لا يثق في معنويات جنوده. طيب خلينا نروح لأستاذ أحمد مولانا. أستاذ أحمد مولانا، طيب بعد التنسيق اللي حضرتك ذكرته واللي ذكره الأستاذ دكتور أسامة أبو رشيد، أين حدود الأمن القومي؟ يعني إذا أنا قاعد مع عدو تاريخي ليا وبتعاون معه استخباراتيا وتدريبيا ومناراتيا وأيضا تبادل معلومات عن الأسلحة ومعرفة مصدرها، أين حدود الأمن القومي؟ يعني هل تاهت حدود الأمن القومي أم أن حدود الأمن القومي تغيرت وأصبحت متسقة مع مصالح إسرائيل؟ طيب يعني أنا هخلي الإجابة واقعية وليست دبلوماسية. إحنا لو جينا نقسم المنطقة هنلاقي الولايات المتحدة بتتعامل معها على شقين، في شق الولايات المتحدة بتاخد منه إتاوات
ده على شكل مشتريات اسلحه وتوسيع قواعد عسكريه وامتيازات، وده بالاخص في الخليج بدول متعدده. وفي دول اخرى الولايات المتحده هي اللي بتعطيها اموال وبتعطيها مساعدات سنويه عسكريه. هذه الدول التي تعطيها الولايات المتحده هم ثلاث دول في المنطقه. نمره واحد اسرائيل تاخد 3.3 حاليا مليار دولار بجوار 500 مليون دولار لتطوير منظومات الدفاع الصاروخي، ده بشكل سنوي يعني 3.8 مليار دولار سنويا. نمره اثنين ياتي بعد اسرائيل الاردن تاخذ قرابه 1.5 مليار دولار سنويا، ثم مصر بتاخذ 1.3 مليار دولار سنويا. لماذا الولايات المتحده يعني تدفع هذه المليارات للاردن ومصر؟ العامل المشترك بينهم هو الاشتراك في حدود مع اسرائيل وحمايه وتامين هذه الحدود، ومن اجل يعني بين قوسين الحفاظ على امن اسرائيل. مقابل ذلك عمليات قطع غيار، تدريب، تاهيل بتقوم بها الولايات المتحده المنطقه، وحقيقه ده بيخليها لديها قدره على التحكم واقامه علاقات واداره الواقع العسكري والامني في هذه الدول. انت لما تكون معتمد على دوله زي الولايات المتحده في تسليحك، في تدريبك، في قطع غيارك، في يعني تدريباتك العسكريه، في تحالفاتك، في شراكاتك، انت في النهايه بترهن قرارك الذاتي والداخلي للمظله الامريكيه. مرحله من المراحل في مصر في عهد عبد الناصر بعد اطاحه الملك فاروق كانت مصر اتجهت ناحيه الاتحاد السوفيتي، وظل الامر ده من الخمسين الى يعني 71 72 لما جه السادات طرد الخبراء السوفيت، ثم بعد ذلك لغى معاهده الصداقه مع السوفيت واتجه مع كامب ديفيد الى العلاقات مع امريكا وبدات هذه المساعده. فاحنا لما نيجي نتكلم عن امن قومي فيعني هيختلف منظوري، منظور حضرتك، منظور الناس اللي لديها رؤيه وطنيه او رؤيه قوميه مقارنه بالناس اللي هي منظورها هي مصالح استقرار انظمتها. فالامن القومي لدى اغلب الانظمه في المنطقه مرتبط بالاستقرار، ففي بلاد بترى ان العدو ليها هو عدو داخلي، يعني احنا ما بعد ثورات الربيع العربي اغلب دول المنطقه أصبحت بترى أن التهديد هو تهديد داخلي بتمثله جماعات إسلامية، مكونات سياسية، المعارضة، لأن دي نجحت في الإطاحة بالنظم أو إحداث تغيير سياسي حقيقي، وده كان بيأثر على بالنسبة للمنظور الأمريكي على أمن إسرائيل وعلى استقرار المنطقة. فبالتالي هؤلاء الخطر لديهم للأمن القومي هي الأطراف الداخلية وليست إسرائيل. في دول أخرى في الخليج بترى أن التهديد رقم واحد هو التهديد مع إيران، ولذلك هي لديها استعداد لإقامة شراكات وتنسيق مع إسرائيل ضد إيران. فيعني موضوع الأمن القومي أصبح لافتة لما نيجي نسقطها على الواقع، هي غير يعني بيعنى بها لدى الأنظمة استقرار الأنظمة وليس استقرار الشعوب، مصالح الأنظمة وليس مصالح الشعوب. فبالتالي مصالح الأنظمة هي مع الولايات المتحدة مع إسرائيل، والتهديد هو تهديد داخلي، في حين أن إحنا الشعوب لو بننظر للدول ومصالحها طبعا هيكون المنظور مختلف بشكل كامل. طيب اروح للسؤال الاخير للاستاذ الدكتور اسامه ابو رشيد. دكتور اسامه، في الوقت اللي نرى فيه امريكا لا تستطيع يعني اجبار اسرائيل سياسيا على قراراتها او على اتفاقيات او على اجتماع او في اجتماعات يعني معلنه، ولكن في النهايه برضو عسكريا امريكا بتجلس مع اسرائيل وتجمع القاده العرب معهم، كيف تفسر هذا التناقض؟ فشل ضغط امريكي على اسرائيل بينما لا زال المندوب السامي زي ما سماه الاستاذ احمد او قائد المنطقه المركزيه بيجتمع مع القاده الاسرائيليين والقاده العرب، كيف تفسر هذا التناقض؟ ام انه لا يوجد تناقض؟ لا، هو يعني اقول لا يوجد تناقض، لانه هناك فرق بين خلاف بين اداره ورئيس، وما بين حكومه ورئيس وزراء اسرائيلي، وما بين العلاقه الامريكيه الاسرائيليه. العلاقه الامريكيه الاسرائيليه علاقه استراتيجيه، وهذه العلاقة لها خلفيات كثيرة، يعني لا أعرف إذا كان يتسع المقام هنا أن نذكر، لكن فيها أبعاد دينية فيما يتعلق في مسألة البروتستانت ونشأة البروتستانت سواء مع كالفين أو مارتن لوثر، ثم عندنا البعد الإمبريالي في السياسة الأمريكية، ولا أذكره هنا بالسياق الإيديولوجي إنما أذكره بالسياق التقني، المفهوم الإمبريالي التقني. الولايات المتحدة في المحصلة هي دولة إمبريالية، وكان هناك نظرة دائما في الماضي أن إسرائيل تمثل حاملة طائرات أمريكية متقدمة، هناك حضور اللوبي الأمريكي، اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وهذا اللوبي استطاع أن يحدث خللا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ما بين موكل وموكل إليه، إلى أن يصبح الموكل إليه أو الموكل يصبح وكأنه هو الوكيل، يصبح كأنه هو صاحب أوراق القوة، يعني وكما قال أحد
العاملين في مكاتب الكونغرس قبل حوالي 3 أسابيع بعث السفير الإسرائيلي في واشنطن رسالة ل 88 عضو ديمقراطي في مجلس النواب، أرسلوا رسالة لبايدن يطالبونه بشرط الأسلحة الأمريكية لإسرائيل على احترامها للقانون الدولي والقوانين الأمريكية. فأرسل السفير الإسرائيلي رسالة إليهم، هذه الرسالة كانت توبيخ بمعنى الكلمة، إلى درجة أن أحد الموظفين في أحد مكاتب أعضاء الكونغرس الذين استلموا الرسالة قال الذي يقرأ الرسالة ولا يعرف من هي أمريكا ومن هي إسرائيل يظن أن إسرائيل هي الضامن لأمن أمريكا وهي الضامن لبقاء أمريكا متفوقة وليس العكس. فهذه هذا الخلل أيضا استطاع اللوبي أن يحدثه. وعندنا طبعا أبعاد تتعلق بالحسابات الأمريكية أيضا، الولايات المتحدة يعني صحيح أن إسرائيل اهتزت كقوة قادرة على أن تكون حاملة ورافعة للمصالح الأمريكية في المنطقة، لكنها تبقى القاعدة المستقرة، لأنه هذا نتنياهو قالها في 2011 عندما كانت الثورات العربية، قال إذا حدث تغيير ثورة في إيران تتحول سياسة إيران، إذا حدثت ثورة في مصر تتحول سياسة مصر، ولكن لو حدثت 1000 ثورة في إسرائيل فإن إسرائيل ستبقى ملتزمة بعلاقتها في أمريكا، لأنه هذه ليست علاقة رئيس وزراء وعلاقة مصالح بين نظامين فقط، بل هي علاقة وجودية بالنسبة لإسرائيل. لكن بالنسبة للشعوب العربية هي ليست لديها عداء مركزي نحو أمريكا لأنه اسمها أمريكا، هم معادون للسياسة الأمريكية الخارجية ولهذه السياسة الظالمة، السياسة يعني التي تعتدي على حقوقهم، لكنهم لا يكرهون أمريكا كأمريكا، ولا لما كانوا يقفون بالطوابير حتى على أبواب السفارات ليأتوا لأمريكا، لكنهم هم يريدون المستوى الذي تعيشه أمريكا والمواطن الأمريكي الجنسية الإسرائيلية بالنسبة له أمريكا هي الحبل السري، لكن بالنسبة للشعوب العربية ترى أن أمريكا وسياستها الخارجية هم السبب الأساسي أو أحد الأسباب المركزية للبؤس الذي يعيشونه اليوم. السؤال الأخير للأستاذ أحمد مولانا، هل تستطيع في أقل من دقيقة أن تجيب على هذا السؤال بعد إذنك؟ اجتماع عسكري أمريكي مصري أردني إسرائيلي في البحرين، وأيضا مصر طرف في مفاوضات لوقف هذه الحرب، إلى أي مدى يؤثر هذا الاجتماع على دور أو صورة مصر كطرف في مفاوضات لوقف هذا النزيف؟ يعني هي الدول العربية اللي داخلة في الوساطة بتطرح نفسها كوسطاء محايدين وليسوا كداعمين للقضية الفلسطينية، يعني أصبحت دي الصورة حاليا، قديما كان بيطرح أن الدول العربية يعني أكثر انحيازا لفلسطين، لا حاليا بيطرح ان هي وسطاء محايدين ومحاوله لتقليد وجهات النظر. فاحنا في النهايه المقاومه بتدرك ان المنظومه الرسميه العربيه في اغلبها هي خلاص في الصف الامريكي، مما يعني التنسيق لديها مع الجانب الاسرائيلي كبير ومؤثر. الحضور المصري هو جزء من ترتيبات القياده المركزيه الامريكيه قبل حرب غزه واثناء الحرب، وسيظل بعد الحرب الى ان يحدث تغيير في التوجهات السياسية العامة لمصر أو تغيير سياسي يؤثر على يعني تمركز مصر ودورها في الرؤية الأمريكية للمنطقة. بدون ذلك ستظل مصر حاضرة في مثل هذه النوعيات مع الأردن والإمارات والسعودية والبحرين، كل هؤلاء شاركوا في هذا الاجتماع. دور مصر في المفاوضات في غزة مرتبط بالجوار الجغرافي اللي بيجعلها هي البوابة الوحيدة لغزة بعيدا عن المعابر الأخرى اللي بتتحكم فيها إسرائيل بشكل مباشر. في ظني ان يعني هذا الامر فنيا او مهنيا الجانب العسكري مختلف قليلا عن الجانب المرتبط بغزه، وان كان تحت المظله الاجماليه بتظل مصر بتعمل ضمن الرؤيه الامريكيه وليس عكس الرؤيه الامريكيه، مثلها مثل غيرها من العديد للاسف من الدول في منطقتنا العربيه. بشكرك جدا، كل الشكر والتقدير لضيوفي وضيوفكم، الدكتور أسامة أبو أرشيد الكاتب والباحث بواشنطن، مشكورك جدا يا فندم شرفتنا، الأستاذ أحمد مولانا الباحث في منتدى العاصمة للدراسات، مشكورك جدا يا فندم. الحقيقة مع نهاية الحلقة دي لما بتسمع خبر أنه المندوب أو القائد المنطقة المركزية الأمريكية اجتمع مع الجنرالات الإسرائيليين ومصريين وسعوديين وأردنيين وإسرائيليين في الوقت ده من الحرب، الناس بعت أو بتشير مشهد من فيلم 4 في مهمة رسمية تقريبا للراحل المبدع أحمد زكي ونورة وهي بتسأله عن الحرب، فالمشهد دال جدا
ويضحك لما تسمع الخبر بتاع اجتماع القادة العسكريين دول مع بعض كده مع إسرائيل، بتستدعي المشهد ده على طول. لو المشهد موجود يعرضه لنا الأستاذ ميزو ونسيب الناس عليه. شوف المشهد ده كده اللي هناك دي، ايه حكايتها يا أنور أفندي؟ أنا عايز أنصحك نصيحة تحافظي بيها على جمالك وعلى شبابك. اوعي تحاولي تفهمي أي حاجة. هو ده فعلا الحرب اللي هناك دي، حكايتها أنصحك نصيحة تحافظي بيها على جمالك وعلى شبابك. اوعي تفهمي، تحاولي تفهمي حاجة. تحاولش تفهم النشامة في الأردن وأحسن جيوش في الأمم، جيوشنا الجيش المصري والسعودي قاعدين مع الإسرائيلي حرب غزة. حفاظا على جمال دماغك ما تحاولش تفهم. الحلقة خلصت بالمشهد الجميل قوي ده، وأيضا البرنامج هيتوقف لأجازة لبعد العيد. إلى أن نراكم إن شاء الله بعد العيد، يعني كل عام وحضراتكم بخير. نتمنى من الله اللي أنتوا بتتمنوه، أنه ما يرجعش، أن الطيارة توقع، أن أي حاجة تحصل، عاصفة صاعقة رعدية تضرب الطيارة تعمل أي حاجة، أي حاجة. نتمنى من الله أن يتغير حال الأمة العربية كلها. إلى أن نلقاكم إن شاء الله تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.